إذن سلسلة بيانات لحزب الله أعلن في خلالها استهداف الكثير من المواقع وتحركات الجنود الإسرائيليين، حتى أن الجيش الإسرائيلي اعترف بسقوط 30 قذيفة على كريات شمونة والمنطقة. ماذا في التفاصيل؟ صحيح نادي، نتحدث عن صفارات انذار كانت قد دوت في كريات شمونة وبعض المناطق المحيطة بها، ليتضح ان الحديث هو عن رشقة صاروخية كبيرة اطلقت من جنوبي لبنان بموازاة القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية، تقدر بنحو 30 صاروخا. سقط بعض هذه الصواريخ داخل المدينة، داخل كريات شمونة، نتحدث عن 4 صواريخ على الاقل سقطت داخل المدينة التي تعد المدينة الاكبر على الشريط الحدودي او قرب الشريط الحدودي. هي مدينة مخلاة من السكان تقريبا، لكن لا يزال فيها حتى اليوم ما يقارب 3000 نسمة من أصل نحو 30,000 إسرائيلي يتواجدون عادة بالمدينة، لكنهم نزحوا في إطار التصعيد الحالي. وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يكن هناك أي إصابات مباشرة أو خسائر بشرية، ولكن هناك أضرار مادية لحقت بالمدينة، لحقت ببعض الشوارع وبعض الأبنية نتيجة هذه الرشقة الصاروخية. إضافة إلى الرشقة الصاروخية وصفارات الإنذار، هناك عدد من الهجمات التي نفذت واستهدفت مواقع حدودية دون أن تدوي صفارات الإنذار. هذا ناتج عن أن القصف يكون قصف مدفعي أو قصف بأنواع معينة من الصواريخ التي لا تشكل أو لا تستغرق فترة زمنية كافية للتشخيص من قبل أنظمة الإنذار المبكر الإسرائيلية، وبالتالي هي تطلق من جنوبي لبنان وتصل بفترة مدة زمنية سريعة جدا إلى المناطق الحدودية، ولا تدوي صفارات الإنذار في مثل هذه الاستهدافات التي عادة ما يشير إليها حزب الله في بياناته كاستهدافات بقذائف المدفعية أو بقذائف الهاون وما يشبه هذه القذائف. القذائف التي تطلق أو التي تكون قذائف مدفعية، وتلك التي تطلق من الصواريخ الموجهة، صواريخ الكورنيت، وتستهدف تجمعات وحشودات الجيش الإسرائيلي، هي تصل إلى أهدافها إلى أهدافها دون أن تدوي صفارات الإنذار، على عكس الرشقات الصاروخية الثقيلة التي تكون ربما بصواريخ كاتيوشا أو إجراد وتطاول مدنا وبلدات مختلفة في الحدود أو حتى في مناطق أبعد بعض الأحيان عن الحدود الإسرائيلية. نتحدث عن أكثر من رشقة، عن استهداف مدفعي لم يهدأ تقريبا طيلة يعني الساعات الماضية، رشقات متتالية صاروخية أطلقت على أكثر من نقطة، استهدفت أكثر من موقع إسرائيلي بموازاة محاولات إسرائيلية للتوغل في العملية البرية من أكثر من محور، أهمها محوري مارون الراس ويارون، وأيضا العديس التي تتكرر فيها الاشتباكات والعمليات من فترة إلى أخرى منذ اليوم الأول تقريبا. هنادي الاشتباكات لا تزال في ذات النقاط، لم تتوسع كثيرا، هي في ذات المناطق الحدودية، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لم ينجح في توغلاته، رغم الحديث الإيجابي الذي كان في كلام المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، أو في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو حتى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الشمالية، كلهم يتحدثون عن مؤشرات إيجابية، عن تدمير للبنى التحتية الحدودية التابعة لحزب الله على حد تعبيرهم، لكن على أرض الواقع الاشتباكات لا تزال في ذات النقاط، في ذات نقاط التماس الأولى، بل أن المسيرات أو إحدى مسيرات حزب الله. شكرا لك عبد